اولا انا سعيد جدا بوجودي معاكم هنا يا شباب، كنت اتمنى اكون معاكم في مصر، بس يعني حصل خير، نعوض ان شاء الله المره الجايه. سريعا عشان الوقت، ان شاء الله النهارده انا هتكلم عن الفارماسيوتيكال اوتكمز از ا فيلد واز يعني باثوي في الدراسات العليا. اول حاجه اعرفكم، او اول حاجه خلينا نتكلم في المحاور اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله. هنتكلم شويه نبذه بسيطه تعريفيه عن نفسي، وبعد كده هنتكلم عن الفارماسيوتيكال اوتكمز بشكل عام، الاقسام اللي فيها، العلوم اللي فيها، وازاي ممكن نتخصص فيها، او كل علم بيحكي عن ايه بالظبط، لو حد يعني انترستد انه يتخصص في حاجه زي كده. وهنتكلم في الاخر خالص كده بشكل سريع عن جايد لاينز للجراد سكول ادميشنز او ابلكيشنز خاصه بال بشكل عام، والخاصه بالبروجرامز دي بشكل خاص، ونفتح بعد كده الباب لاي اسئله لو انتوا حابين. طيب، عني انا اسمي عبد الله اسلام، عبد الله عبد العزيز، عبد الله اسلام زي ما شفتوا في البروشور، عبد الله عبد العزيز يعني لو احنا خدنا الفيرست واللاست نيم زي ما بيقولوها هنا في امريكا. بالنسبه لي انا اتخرجت او خلصت ثانويه عامه في السعوديه، يعني انا شهاده معادله تعليم حكومي برضو، فيعني لو حد بيقول لك موضوع الدراسات العليا في امريكا ده للناس الانترناشونال او الناس اللي هم تعليم جامد قوي والكلام ده كله، الموضوع سهل وبسيط، يعني مش محتاج يعني اعداد كبير او الكلام ده كله، يعني او خلفيه كبيره، انت بس لو استعديت كويس ده يبقى كويس. بعد ما خلصت ثانويه عامه في السعوديه، للاسف ما عرفتش اخش طب بشري، وده اللي انا كنت عايزه. دخلت كليه صيدله في جامعه المنيا، ان انا اصلا من المنيا، ودي برضو حاجه تانيه، انك انت لو ما قدرتش تحقق طموحك او حلمك في حاجه، تقدر ايه تستكشف حاجات تانيه وتحقق فيها طموحك، وممكن الحاجات التانيه دي تبقى احسن من طموحك الاساسي. بعد كده خدمت في الجيش، كنت في هيئة الإمداد والتموين خدمات طبية، اشتغلت هناك صيدلي، وبعد كده رجعت اشتغلت في وزارة الصحة، كنت صيدلي في مخازن الأدوية، وبعد كده بقيت معيد في كلية صيدلة جامعة المنيا في قسم الصيدلانيات، وده قسم بعيد شوية أو بعيد أوي 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 عن مجالي. وبعد كده في الآخر جيت هنا في يونيفرسيتي إلينوي شيكاغو علشان أحضر البي اتش دي في فارماسيوتيكال أوتكمز. وأنا بالمناسبة ما خدتش ماجستير، ودي برضه نقطة تانية، إنه الماجستير بيزود فرصك لكن مش أساسي، يعني أنت ممكن من غير ماجستير ممكن تلاقي قبول في جامعات كويسة وتبدأ الكارير بتاعك في البي اتش دي بروجرامز. دايما بتسأل السؤال ده، اللي هو أنت بتدرس إيه بالظبط؟ يعني إيه فارماسيوتيكال أوتكمز أو إيه الكلام ده؟ لأن أنا مثلا في كلية صيدلة جامعة المنيا ما كانش فيه قسم اسمه فارماسيوتيكال أوتكمز، ما كانش فيه الحاجات دي بشكل فورمال يعني. فمن الناحيه دي يعني احب برضو اكد للمره المليون ان انا مش بدرس بايو انفورماتكس، انا بعيد خالص تقريبا بايو انفورماتكس، يعني انا مش بدرس الجينز، مش بدرس البروتينز، الكلام ده كله، يعني خلينا نقول ان ده بالنسبه لي تو مولكيولر. عشان ابسط انا بدرس عبد ايه، الله انا بيقول، عبد الله بيقول الكلام ده يا جماعه، لان انا دايما ببقى شايف شغله باي انفورماتكس، فاي حد بيسالني على عبد الله او اي حد بيسالني عن باي انفورماتكس بقول لهم عبد الله. لا هو مش بايو انفورماتكس خالص. لو احنا يعني عشان نفهم انا بعيش فين في مجال العلوم، يعني احنا لو قسمنا الساينسز في حاجه اسمها اللايف ساينسز اللي احنا عارفينها من ايام ثانويه عامه، الكيمستري، البيولوجي، الفيزيكس، وات ايفر، في حاجه اسمها السوشيال ساينسز، هنا احنا بنهتم بالانسان كوحده اساسيه، يعني هو ده اليونت اوف اناليسيس بتاعي، ده اللي انا مهتم بيه، الانسان والمجتمع البشري، مش الكربون اتوم وفيها كام بوند، ولا البيولوجي مثلا الجين ده او الانتيجنز او الكلام ده كله، لا انا مهتم بالانسان نفسه. فمثلا بيخش تحت السوشيال ساينسز الايكونومكس، الابيديميولوجي، السايكولوجي، البوليتيكال ساينسز. فدي يعني الفكره كلها، احنا بندرس الانسان وما يطرا عليه من متغيرات، حلو كده، كوحده قائمه بذاتها، يعني مش الخليه او الذره او الكلام ده كله. الابيديميولوجي اللي هو ساعات بيسموه علم الوبائيات، وان كان دي ترجمه غير دقيقه بس خلينا نمشيها، سايكولوجي حرفيا علم النفس، بوليتيكال ساينس العلوم السياسيه. طيب ليه الكلام ده؟ يعني ايه لازمته؟ يعني طبعا زي ما بقول لايف ساينسز ذات از تو مولكيولر فور مي، يعني انا مش بتاع جينز او الكلام ده كله، فانا مش هتكلم في الحته دي. يعني ليه السوشيال ساينس انا بحسها انترستنج؟ احنا دايما في صيدله كان عندنا حلم، اللي هو فكره ايه، انا هخش صيدله واخترع دواء يقضي على السرطان او يغير الكلام ده كله. طبعا ناس كتير دخلت صيدله وطلعت منها وده ما حصلش. واختراع الادويه دلوقتي بقى عمليه يعني كبيره، داخله فيها شركات واجراءات كتيره، فالموضوع مش زي زمان، الموضوع مش زي ما الصيدله كانت اشبه ما تكون بالعطاره. انا بالنسبه لي اللي خلاني اهتم بالحاجات دي، اللي هو ولنفترض ان احنا اخترعنا هذا الدواء العظيم، اللي هو الدواء اللي هيقضي على السرطان على سبيل المثال، هيبقى بكام؟
يعني او هيوصل للناس ازاي، مين هيقدر ياخده. لان مثلا لو فكرنا فيها سوا، لو في دواء عظيم جدا بس ما حدش عرف ياخده، الدواء غالي جدا او الدواء ما بيوصلش للناس كلها بشكل عادل، طيب ايه لازمة الدواء ده؟ ايه لازمة الدواء العظيم ده؟ لان احنا عارفين ان الموضوع الشركات اللي بتصنع الادويه دلوقتي الكلام على ايه الجدوى الاقتصاديه للادويه. طب الدواء ده هيوصل ازاي للناس؟ طب هو لما يوصل للناس هتبقى اعراضه الجانبيه عامله ازاي؟ طب الناس ازاي تقدر تستمر عليه ما تبطلهوش؟ فدي برضو من الحاجات. او مثلا اسئله تانية، يعني مثلا لو احنا مثلا دوله وعندنا ميزانيه معينه 100 مليون مثلا، حلو كده، هل نصرفها على حمل التطعيمات او مثلا حمله زي بتاعه فيروس سي دي، ان احنا نعمل مثلا حمله كبيره جدا، ولا مثلا في عندنا على الناحيه الثانيه مرض نادر بيصيب اطفال، حلو كده، وتكلفه مثلا الجرعه 2 مليون. فهنا بتحتاج علم تاني، يعني انت دراستك للخليه او للجين مش هيجاوبك على الاسئله دي او مش هيساعدك. ايه الاحسن؟ ايه القرار اللي انا اخده؟ ان انا ادي الدواء ده لاكبر عدد من الناس ويديني اكبر عدد من العوائد العلاجيه مثلا، ولا لعدد محدود من الناس بس هيعالج مرض خطير جدا او نادر جدا. فدي كلها حاجات اللي هو، طب الحاجات دي بندرسها فين؟ او الحاجات دي بنعمل فيها ايه؟ فده اللي خلاني ان انا افكر في الفارماسيوتيكال اوتكمز. او حتى مثلا يعني انا بحكم ممارسه الصيدله في مصر، او حتى لو حد وقف في الصيدليه دايما الناس مش بتسال والله ايه الاكثر فعاليه او الكلام ده، يعني الاسئله دي تكون خلصت عند الدكتور، بس لما بيجي عندك هو بيبقى بيفتح المحفظه وبيشوف هيصرف ايه هنا، وهيروح مثلا يعمل ايه لو عشان اكل وشرب والكلام ده كله. طب ازاي نقدر نعمل مثلا خطط تامين صحي كويسه؟ طب ازاي نقدر ان احنا نخلي العلاج يعني افوردبل؟ يعني مثلا ايه العلاجات اللي احنا نعملها دعم من الحكومه، ويعني احنا ما نعملهاش دعم من الحكومه؟ يعني هل في لست العلاجات الاساسيه او الكلام ده كله؟ او مثلا انا كحكومه بتعاقد مع شركه ادويه، ايه وعندي مثلا 7 بدائل، ايه الحاجات اللي ادخلها عندي بحيث تبقى دي المعتمده، وايه الحاجات اللي ما ادخلهاش؟ فكل ده خلاني اقول ايه، انه صحه الناس زي ما هي معتمده على ان احنا نطور مركبات وندرس جينات ونعرف ده بيعمل ايه وده بيسوي ايه، محتاجين برضو نعرف ايه الانظمه والسياسات اللي الادويه دي اللي هتشتغل فيها، او الادويه دي الناس هتاخدها، ايه سلوك الناس اللي بتاخد الادويه دي، ايه الناس مستنياه من الادويه دي. هنا جت فكره السوشيال ساينسز. مثلا حاجه زي الادمان او النواقص، مثلا الادويه اللي بتستخدم بشكل خاطئ او الكلام ده كله، كل دي ما بتحلهاش المولكيولز او دراسه المولكيولز، كل دي بتحلها دراسه الانسان نفسه كوحده اساسيه. فانا اللي خلاني احب العلوم دي ان ليها تاثير مباشر، يعني لو واحد بيدور على تاثير مباشر على صحه الناس، فدي العلوم اللي ايه اللي ممكن الواحد يتخصص فيها او يدرسها. طيب الفارماسيوتيكال اوتكمز دي عباره عن سوشيال ساينسز وجمعناهم مع ميديسن وفارماسي، تمام كده؟ يعني مثلا في الابيديميولوجي وعلم الوبائيات في فروع منه كتيره، بس مثلا لما احنا بنتكلم عن الفروع المتعلقه بالطب تحديدا بنسمع عن حاجه اسمها كلينيكال ابيديميولوجي، فارماكو ابيديميولوجي، او فارماكو فيجيلانس. ده مثلا ده فرع من الفروع هتكلم فيه بالتفصيل شويه. الايكونومكس بيشمل الهيلث ايكونومكس، يعني ومنها الفارماكو ايكونومكس طبعا، والايكونومك ديسيجن اناليسيس، تمام كده؟ وفي حاجه اسمها هيلث بوليسي اللي هو هيلث سيرفيسز ريسيرش اللي هو الخدمات الصحيه دي بندرسها، مثلا نعمل تطعيم كل قد ايه، او مثلا نعمل سكريننج لبريست كانسر ولا لا، طب نعمله عند انهي سن، طب عند انهي فئه من المجتمع، هل نقدر نعمله للناس كلها والكلام ده كله. الهيلث مانجمنت برضو ده واحد من الفروع بتاعت الهيلث بوليسي. والسايكولوجي اللي هو لما السايكولوجي بيضاف للميديسن والفارماسي بنعمل حاجه اسمها سايكومتريكس، او حاجه بنسميها بيشنت ريبورتد اوتكمز، دي ان شاء الله هتكلم عنها في السلايدز اللي جايه. تعال نتكلم في التفاصيل. ايه هو الفارماكو ايبيديميولوجي والفارماكو فيجيلانس؟ طبعا احنا يمكن من الحاضرين ناس في الطب وفي صيدله درسوا حاجه اسمها فارماكولوجي، تقريبا دي الماده اللي كانت بتحس الواحد ان هو دكتور. يعني انا دلوقتي خلاص بقيت اعرف اسماء الادويه، بقيت الموضوع شويه تطبيقي، بقينا نعرف الحاجات الموجوده في السوق. الفارماكو ايبيديميولوجي هو امتداد لده، امتداد للفارماكولوجي، بس احنا بندرس الادويه في بنسميها الريل وورلد سيتنج. يعني ايه؟ يعني احنا عارفين ان الادويه دي عشان تخش السوق لازم تخش كلينيكال ترايلز. الكلينيكال ترايلز دي الناس اللي فيها بيتم اختيارهم بعنايه بحيث ان هم يقدروا يكملوا الترايل، بحيث ان هم ما يبقوش تو سيك، ما يبقاش مثلا عندهم كوموربيديتيز كتيره، ما يبقاش عندهم مثلا امراض كتيره في نفس الوقت. فبالتالي العينه اللي موجوده في الكلينيكال ترايلز مش معبره عن العينه الحقيقيه اللي هتاخد الادويه في الريل وورلد، العالم الحقيقي. برضه في الكلينيكال ترايل الدكاتره بيتابعوا العينه
عيانين عن قرب والكلام ده كله، ما بتلاقيش ده في العالم الحقيقي. ممكن العيان ما يلتزمش يلتزم، فاحنا بندور على عايزين نعرف الدواء ده لما بينزل السوق ايه اخباره، ايه اللي بيحصل، هل مثلا ممكن يبقى فيه اعراض جانبيه ما ظهرتش في الكلينيكال ترايلز ان هي مثلا اعداد الناس فيها محدوده وهتظهر في الريل وورلد، دي برضو نقطه. او مثلا هل في ادويه ممكن يبقى ليها افكتفنس زياده، يعني مثلا تسمع عن بعض ادويه السكر اللي بيقول لك ان ليها فوائد للقلب، دي ما تعرفتش في الكلينيكال ترايلز تمام كده، بس اتعرفت في الريل وورلد. فالفارماكو ايبيديميولوجي حاجه بتستخدم البيج داتا من مثلا شركات التامين، من مثلا السجلات الصحيه للعيانين، علشان نعرف ايه الادويه اللي بتشتغل وبتشتغل تحت اي ظروف، والادويه مثلا دي بتعمل اعراض جانبيه قد ايه، طب في وقت قد ايه، بحيث ممكن ده يؤدي ان احنا نسحب الدواء مثلا من السوق، او مثلا نكتشف ان هو فيه مشكله محتاج ان هو ايه مثلا الليبل بتاعه يتعدل او الكلام ده. فده في الفارماكو ايبيديميولوجي بندرس سيفتي وافكتفنس. احنا في الفارماكو ايبيديميولوجي عشان نعمل ده كله محتاجين يبقى عندنا مهارات كويسه جدا في الاستادي ديزاين، نعرف ازاي نعمل ديزاين للاستادي كويسه ما بقاش فيها اقل قدر ممكن من البايسيز، لانه انت في الكلينيكال ترايل بتراندمايز الناس وده بيبقى بيقلل البايس بشكل كبير. في الريل وورد ما فيش راندمايزيشن تمام كده، فانت بتحاول انت تتغلب عن ده بطرق كتيره جدا في الاستادي ديزاين، او زي ما احنا بنقول كده في النقطه الثانيه الستاتستيكال اند كازال انفرنس، ايه الستاتستكس اللي ممكن اعملها عشان اقدر ان انا ايه اعمل دراسه كويسه بحيث اقول اه والله لو الدواء ده بيعمل عرض الجانبي ده في الريل وورد يبقى ده بسبب الدواء مش بسبب فاكتورز ثانيه. يعني كده لما بتدرس الريل وورد، الريل وورد سو ميسي برضه، بتحتاج عشان تتعامل مع داتا بيزز كبيره والكلام ده كله، الاكسل مش هيسعفك، محتاج تتعلم بروجرامنج وداتا مانجمنت. يعني ممكن تقول انه الفارماكو ايبيديميولوجي يمكن مجازر عليه هو الكلينيكال داتا ساينس، سواء الفارماكو ايبيديميولوجي او الفارماكو فيجيلانس. فلو حد مثلا عنده اهتمام بالصيدله والطب وعنده اهتمام بالكمبيوتر، فاعتقد ان ده مجال هجين بيجمع بين الاثنين لو حد انترستد في الحاجات دي. الفارماكو ايكونومكس كفرع تاني في الفارماسيوتيكال اوتكمز، احنا بنتكلم على يعني احنا عارفين في الاقتصاد المبدا الاساسي اللي هو بيسموها سكارسيتي اوف ريسورسز، يعني احنا رغباتنا لا نهائيه ولا محدوده والموارد محدوده، فاحنا لازم نعمل اختيارات. يعني انا لو عندي بادجت في البيت بقول والله ده هيروح للاكل، ده هيروح للمواصلات، ده هيروح للمدارس او الكلام ده كله. بنفس الفكره الدوله او النظام الصحي بيفكر في نفس الطريقه، انا دلوقتي عندي بادجت كذا في الصحه، ازاي اقدر اماكسمايز البينفيت بادجت دي؟ البادجت دي ممكن اصرفها بشكل يديني لو ييلد، او مثلا شكل تاني يديني هاي ييلد، يديني بينفيت اكتر. فاحنا عشان نعمل كده بنعمل موديلنج وسيميوليشنز والكلام ده كله. فاحنا في الفارماكو ايكونومكس بنحاول نشوف يعني في كذا مهام ممكن نعمل او كذا مهم ممكن نعمل في الفارماكو ايكونومكس. اول حاجه نعرف الفاينانشال بيردن اوف ديزيزز، يعني مثلا المرض ده بيكلفني انا كدوله او كنظام صحي او كفرد بيكلفنا ايه؟ وبرضه بنحاول ناخد ده من المنظور اللي هو بنسميها direct and indirect healthcare costs. يعني مثلا انت الوقت اللي بتاخده عشان تحجز معاه للدكتور وتروح للدكتور والكلام ده كله، دي مش هو تكلفه الدواء او الجراحه او الكلام ده، بس دي موجوده لان الوقت ده انت لما صرفته كان ممكن تشتغل وتجيب فلوس تمام كده، فدي تكلفه محسوبه عليك. احنا بنحاول ناخد كل ده في الاعتبار واحنا بنصمم دراسات اقتصاديات الادويه او فارماكو ايكونوميك ستاديز. وفي حاجه برضو بنسميها هي الكوست افكتفنس، يعني مثلا احنا عندنا دواء بنعمل سيميوليشن، والله لو الدواء ده احنا خدناه وقعدنا عليه 50 سنه حلو كده، يعني طبقناه كسياسه هندعم الدواء ده وقعدنا 50 سنه بندعمه، ايه البينفيتس اللي هناخدها في ال 50 سنه دي في البادجت دي تمام كده. او مثلا في حد يقول لك ايه والله احنا عايزين نعمل خدمه تكتشف المرض بشكل مبكر، طيب هل فعلا اكتشاف المرض بشكل مبكر هيوفر؟ يعني مثلا لو اكتشف بشكل مبكر السرفايفل مثلا 50%، لو اكتشف بشكل متاخر السرفايفل مثلا 45%، هل ال 5% دي تستاهل السعر اللي احنا هنعمل بيه التيست ده او التحليل ده؟ تمام؟ يعني هي دي الفكره كلها. او مثلا انت في التامين الخاص بالحكومه وفي 7 شركات جايين مثلا يعرضوا لك دواء خاص مثلا بروماتويد ارثرايتس، انت تختار انهي واحد؟ تمام كده؟ بالناحيه الاقتصاديه تمام؟ فدي كلها اجوبه احنا بي او اسف دي كلها اسئله احنا بنحاول نلاقي اجوبه في الفارماكو ايكونومكس. هتلاقي ان الاسئله دي اسئله يعني كلنا بنسالها، اسئله متعلقه فعلا ب ازاي انت هتاخد رعايه صحيه، لان يعني كده في الاخر انت في الاخر بتتعامل مع رعايه صحيه ما بتتعاملش مع الدواء ده كمولكيول. انا بحب اساكد النقطه دي علشان لو في حد انترستد فعلا، احنا عندنا ما عندناش وفره كبيره جدا في الناس المتخصصين في المجال ده في مصر.
فدي كلها حاجات ايه بتبقى في صلب الفارماكو ايكونومكس. السكيلز اللي احنا ممكن نتعلمها في فارماكو ايكونومكس علشان نقدر نعمل الايفالويشنز دي، بنتعلم حاجه اسمها decision modeling and simulations، برضه literature review وال evidence synthesis. ان انا عشان اقدر ادخل inputs في الموديل ده بحتاج ان انا اعرف literature بيقول ايه، clinical trials بتقول ايه، فمحتاج ان انا اعمل اتعلم يعني ايه systematic review، يعني ايه meta analysis، يعني ايه ساعات network meta analysis. دي كلها في ال evidence synthesis. في ال pharmaceutical policy هي فكره كلها في ايه؟ ان احنا بنقيم بقى الديفرنت government program. يعني انت ممكن تحط في economics تحت principal policy، يعني الحاجات دي مفيش clear cut boundaries between these disciplines، يعني هتلاقي ان هم عايمين في بعض شويه. بس احنا هنا في البيرسونال بوليسي بندرس والله احنا مثلا التامين دخلنا فيه مثلا الادويه دي، او طلعنا منه الادويه دي، او دخلنا فيه الناس دي، او طلعنا منه الناس دي، ايه تاثير ده على صحه الناس؟ يعني او مثلا خلينا نقول ايه مثلا ناس عندها تامين صحي وناس ما عندهاش تامين صحي تدفع من جيبها، ايه تاثير ده على صحتهم؟ هل مثلا الناس اللي معاها تامين صحتهم احسن بيتعالجوا احسن، وناس ممكن نكون الناس اللي مش معاها تامين عشان عندها خيارات مفتوحه والاسعار الهيلث كير مش غاليه قوي مثلا، فممكن يكونوا احسن. فده بيجاوب على اسئله مثلا هل نعمل تامين صحي شامل، طب نعمله على انهي وتيره، على انهي سرعه. دي كلها حاجات انت بتتعلمها في الفيسكال بوليسي وبتعمل ريسيرش عشان تقدر تجاوبها، لان في صانع قرار هياخد الايفيدنس اللي انت هتعمله ده وهيقدر يبني عليه قرار اعمل ده ولا ما اعملهوش. تمام كده؟ يعني مثلا في بروجكت انا شغال عليه، احنا عارفين انه من الحاجات اللي بتاثر على قرار الدكتور، ودي حاجه ما فيهاش احراج او يعني زعل يعني، بس من الحاجات واحنا كصيادله عارفين ده، من الحاجات اللي بتاثر على قرار الدكتور انه يصرف الميديكال ريب. والميديكال ريب مثلا هيطلع الدكتور رحله ولا مش هيطلعه، هيجيب كذا ولا مش كذا. يعني اقصد ان في يعني الطب مش حاجه كده قاعده في السماء لوحدها كده، يعني ايه ما بيحصلش فيها اي كونفليكت اوف انترست، اي تضارب مصالح او كان ده. لا، في ماديات ممكن تخلي الدكتور يصرف دواء اغلى من دواء مع ان الاثنين دول زي بعض مثلا، او الكلام ده كله. احنا حتى هنا في امريكا عندنا الموضوع ده، فمثلا هنا في ستادي انا داخل فيها بنحاول نقيم قد ايه قد ايه الفلوس اللي انت بتاخدها من الشركات بتاثر على قراراتك في اختيار البروتوكولات العلاجيه الخاصه بالسرطان. يعني احنا عندنا داتا بيزز بنشوف الدكتور قبل ما ياخد الفلوس دي كان بيعمل ايه، وبعد ما خد الفلوس دي بيعمل ايه، وبنقارن ما بين الاثنين. تمام كده؟ فليه؟ لان ده سؤال مهم. هل مثلا محتاجين نقنن العمليه؟ هل مثلا محتاجين ان احنا نجبر الاطباء ان لو في تعاقدات ماديه بينهم وبين الشركات الادويه يفصحوا عنها؟ لان ده بيأثر على الهيلث كير براكتس، بيأثر على البيشنت كواليتي. ممكن احنا بنحاول ندرس ده، احنا مش متاكدين، ممكن فعلا هو بياخد فلوس علشان يسوق لمنتج احسن، يعني ممكن يكون الموضوع مش سيء، بس احنا عايزين نعرف الكلام ده. فده بي ده الفارماسيوتيكال بوليسي او الهيلث بوليسي بيدرسه، يعني ده كمثال من الامثله. علشان تقدر تعرف ده لازم تدرس الهيلث كير سيستم اللي انت بتشتغل فيه، تعرف ايه القوه اللي موجوده، يعني مثلا ايه التامين، الناس بتدفع من جيوبها ولا في تامين زي ما بنقول، ايه انواع التامين، تامين خاص ولا تامين حكومي، طب الناس دي، وهكذا. والستيك هولدرز اللي هم الناس اصحاب الشأن، يعني ايه؟ يعني مثلا اصحاب الشأن ممكن يبقى العيان، الكلينيشن، التأمين، والكلام ده كله، المستشفيات، الحاجات دي كلها. لازم تعرف الديناميكية بتاعت السيستم ماشية ازاي عشان تقدر لما تيجي تصمم دراسة تعرف انت مين بيأثر على ايه. الستادي ديزاين برضو ده برضو محتاج تدرسه وتعرف ازاي تضبط العوامل دي قد ما تقدر، لان احنا بنقول ان هنا دي مش ترايل، مفيش راندمايزيشن هنا. وبرضه الستاتستيكال والكوز انفرنس ميثودز موجوده هنا، والبيج داتا هتلاقي ان في تقاطع كبير جدا مع الفارماكو ايبيديميولوجي، ان احنا بنستخدم بيج داتا. البيشنت ريبورتد اوت كمز، ودي حاجه فيري انترستنج على الاقل بالنسبه لي، يعني انت دايما لما بتشوف مثلا ترايلز او الكلام ده كله زمان كان الاهتمام ب يعني مثلا البايو ماركر الفلاني ده اتغير قد ايه، او مثلا الانتيجين الفلاني مثلا عمل ايه، او مثلا التيومر سايز اخباره ايه. بينما العيان مش مهتم قوي بالحاجات دي، العيان مهتم هل انا اقدر افانكشن، يعني بعد ما اخد الدواء بتاعك ده اللي انت بتقول لي خده، هل اقدر افانكشن زي ما كنت بفانكشن؟ هل اقدر مثلا اخش الحمام عادي، يعني اكرمكم الله، هل اقدر مثلا اروح من غير ما حد يسندني، هل كذا هل كذا هل كذا. من هنا جت البيشنت ريبورتد اوت، احنا عايزين نسمع صوت العيان. ايه يعني ايه الدواء؟ يعني مثلا ممكن يكون في دواء، الدواء ده بيقلل تيومر سايز بشكل خرافي، حلو كده، بس العيان بيعيش حياه سيئه من ناحيه الكواليتي اوف لايف،
لدرجه انه ممكن يقول لك لا يا عم موتني احسن. تمام كده، هنا احنا بنحاول نشوف العيان ايه اللي هو عايزه، ايه اللي يناسبه، وناخد ده في الاعتبار مع البايو ماركرز، مع التيومر سايز، مع الحاجات دي. مش عايزين نلغي ده. يعني مثلا ممكن لو افترضنا مسارين، مثلا مسار ان انا عندي خطه علاجيه عارف ان هي بتقلل الورم بنسبه 70%، بس ممكن تاثر على العظام وممكن تخلي العيان ما يعرفش يتحرك ولا يقوم بوظائفه الاساسيه. وفي خطه علاجيه انا عارف ان هي بتقلل حجم الورم بنسبه 50 مقارنه بال 70، بس الثانيه لا، هتعرف تروح الشغل وتخش المطبخ وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. احنا مثلا كدكاتره ممكن نقول لا انا عايز 70 50، خد ال 70 يعني هيقلل حجم الورم تمام. بس احنا عارفين انه في الحالتين يعني السرفايفل مش هيفرق، يعني في الاخر 5 سنين. تمام كده، العيان اكيد هيحب، مع ان الورم سايز اسف تيومر سايز اقل يعني، او اسف يعني الفعاليه بتاعته اقل اللي هي 50%، ولكن العيان ممكن يختار ده لانه انا هعيش ال5 سنين بتوع السرفايفل دول هعيشهم with dignity، هعيشهم بجود كواليتي احسن من الورم سايز. يعني فرحتي بورم سايز التيومر سايز، التيومر سايز بانه قليل وانا يعني بعاني. تمام كده، فدي كلها حاجات ليها علاقه بالبيشنت ريبورتد اوتكمز. زي ما انتم شايفين في الكيرف هنا في كلينيكال اوتكمز اللي احنا عارفينها دي، وفي البيشنت ريبورتد اوتكمز. السيناريو المثالي انه احنا في حته في النص اللي هي في الابر رايت كوارتر، ده السيناريو المثالي اللي احنا عندنا جود كلينيكال اوتكمز اند جود بيشنت ريبورت اوتكمز، بس ده مش ساعات بيحصل. عشان كده احنا محتاجين ناخد الاثنين دول في اخذ القرار او الكلام ده كله. فاحنا في البيشنت ريبورت اوتكمز وظيفتنا ايه؟ ان احنا بنديفلوب اند فاليديت انسترومنتس حلو كده that can accurately capture outcomes that matter to the patient. دي حاجات بتهم البيشنت، مش كده؟ حاجه زي الفيزيكال فانكشننج، الرول ليميتيشن، هقدر امارس ادواري في الحياه ولا لا، يعني قد ايه، السوشيال فانكشننج، علاقاتي، الالم المستمر، المينتال هيلث، الفيتاليتي، كل دي حاجات احنا بنحاول ايه؟ طبعا دي حاجات اللي هي وهميه كده، اقيسها بايه دي؟ اوزنها ولا اقيسها بانهي يو في ولا الكلام ده؟ هي بقى وظيفه الشغل اوتكمز احنا نحول ده الى لغه رقميه. ازاي نقدر نعمل كده وازاي ده يبقى valid يعني، او يعني نحاول نبعد السبجكتيفيتي قد قدر المستطاع. يعني في الحاجات دي انت بتحاول، او عشان تعرف تعمل كده لازم تتعلم السوشيال اند مورال نورمز اوف ذا بوبوليشن اوف انترست. يعني المجتمعات مختلفه، مش كده، في ثقافتها العلاجيه، في نظرتهم للعالم والكلام ده كله، فانت محتاج تتعلم ده كويس. داتا كولكشن ميثودز، انك انت في الاخر بتروح تسال العيانين انت ايه اللي يهمك، انت ايه اللي يهمك من العلاج ده؟ يهمك انك تعيش مثلا ما بين اختيارين، تعيش كتير بس بجوده حياه كذا، ولا تعيش قليل بس بجوده حياه احسن، مثلا حاجه زي كده يعني. بس طبعا it's very abstract way to look at things يعني. و psychometric methods اللي هي زي ما احنا بنقول كده، اللي هي الطرق الكميه اللي احنا بنحاول ندي ارقام للحاجات دي، نحاول نكوانتيفاي ذيز اسبيكتس او ذيز انجلز يعني. طيب طيب الناس عجبتها المجالات دي، او الناس حابه كلام جميل والله ده جديد، ما او ممكن حد تاني يشوف ان ده والله ده ادبي يعني، ده اقتصاد وعلوم سياسيه ده حاجات ادبي مش حاجات علمي، ف يعني اتس اب تو يو في الاخر. بس انا مثلا ونفترض انا انترستد دلوقتي اعمل ايه؟ البي اتش دي بروجرامز في المجالات دي يعني بتوديك تو باث ويز، يعني تو باس باث ويز، ودي يعني وجهه نظري يعني ممكن ابقى غلطان فيها. في حاجات بتخليك جنراليست، يعني مثلا في الحاجات اللي احنا عديناها البوليسي والايكونومكس والابيديميولوجي والبيش ريبورت اوتكمز، في بروجرامز بتخليك جنراليست يعني بتعرف حاجه عن كل حاجه، بس انت مش احسن، بس انت مش قوي قوي في حته واحده فيهم. تمام كده، دي اسماء البروجرامز المحتمله. يعني انت لو حابب تدور خصوصا في اليونايتد ستيتس، social and administrative pharmacy, pharmaceutical outcomes and policy, pharmaceutical health services, health outcomes. البروجرامز تحت المسمى دي بتعرف ان هي في الغالب ايه؟ جنراليست. تمام كده، يعني انت تطلع في بي اتش دي بس انت بتعرف سكيلز في كل واحده فيهم، انت مش متخصص بشكل كلي في واحده فيهم. البروجرام طلع سبيشالست اللي هي مثلا ممكن تبقى بروجرام بتاع فارماكو ايبيديميولوجي بحت، يعني ما بيطل... مش بيدرسوا حاجه غير ايبيديميولوجي وفارماكو ايبيديميولوجي والحاجات المتعلقه بيها، ما فيش ايكونومكس خالص، يعني انت لو سالته في الايكونومكس ما يعرفش عنها حاجه، او هيلث بوليسي اند مانجمنت ما بيعرفش ايبيديميولوجي كتير بس بيعرف سياسه وبيعرف كذا الحاجات دي كلها. هيلث ايكونومكس كل الكلام بتاعه ايكونومكس، ما فيش لا ايبيديميولوجي ولا بوليسي ولا الكلام ده، ممكن في شويه بوليسي يعني ايكونومكس والبوليسي صعب قوي تفصل ما بينهم. وفي مثلا الانترستد البايوستاتستكس يعني حاجه بعيده خالص بقى، اللي هو كلنا في الاخر بنستخدم بايوستاتستكس يعني اندر ذا هود. تمام كده،
بس انت عايز بقى، انت عايز تبقى الشخص اللي بيطور الميثودز دي، انت عايز يعني زي ما بتقول علم الاله، اللي هو انت اللي هتطور الاستاتستكس اللي هيستخدمها الفروع، الناس اللي عاملين في الفروع اللي احنا ايه اتكلمنا عنها. فلو حاب برضه البايو ستاتستكس دي قصه ثانيه، وان كانت دي ابعدهم عننا كتخصصات علميه كصيدله او طب او الكلام ده. البايو ستاتستكس اللي هو كور بايو ستاتستكس، انا عارف ان كلمه بايو ستاتستيشن يعني قد تعني كثير من ال يعني قد تعطي كثير من المعاني، بس الهارد كور بايو ستاتستيشن محتاج ماث كتير قوي قوي قوي، لو رياضه اثنين مثلا ايام ما كانت في مصر مثلا، يعني كالكولس ومش عارف ايه والكلام ده. ف يعني مش سهله قوي ان احنا ايه نخش في الحاجات دي. طيب خلينا جايد لاينز عامه، علشان يعني واحنا بنقدم او الكلام ده كله، انجلش بروفيشنز طبعا، يعني this goes without saying زي ما بيقولوا. يعني يعني في ناس تكلمني والله اللي هو انا يعني انا بتاع مثلا بتاع كيمياء، انا بتاع بيولوجي، انا مش عارف الانجليزي، مش عايز انجليزي. او مثلا واحد يتفادى انه والله تعالى ندور على اي حاجه مش عايز انجليزي، لا حاول تتمكن من الانجليزي سواء يعني تحدثا وكتابه وقراءه الكلام ده كله واستماع حلو كده، سواء في التوفل او في الايلتس، ومارس انجليزي على قد ما تقدر في انجلش كلابس موجوده اونلاين او غيره، دي ما فيش منها مفر. يعني حتى لو عايز تروح بلد مثلا زي المانيا او الكلام ده، في بروجرامز يعني مش محتاجه الماني، فالانجليزي ماشي معاك. دي نقطه برضه ما كنتش متوقع ان انا ممكن اقولها او انصح بيها. انا دايما بتجيلي اسئله كتيره، هو مثلا انا هعمل سي في ينفع اعمله بالموبايل؟ او مثلا بقول له مثلا حاول تتعلم المهاره دي عشان تزود فرصك في القبول، ينفع اعملها في الموبايل؟ احنا مثلا انا عارف ان الظروف في مصر صعبه، وعارف ان الماديات مش دايما احسن حاجه عند كل الناس، بس مثلا انت لو عندك الاختيار ما بينك تجيب موبايل قوي جدا وتجيب لابتوب يعني ان شاء الله مستعمل او الكلام ده كله يمشي معاك الامور، هات بي سي، هات لابتوب حلو كده، لانك تقدر تعمل عليه حاجات كتير، تقدر تتعلم برمجه، تقدر تشوف كورسات، تقدر تخزن حاجات، اليوتيليتي بتاعته اعلى، هتطورك تمام كده. الموبايل يعني انت ممكن تتنازل فيه في الاول لو البادج بتاعتك محدوده. فيعني بيزك كمبيوتر سكيلز انا اقصد يعني عارف يعني ايه اعمل برزنتيشن، يعني ايه اكسل، يعني ايه كذا، لان دي حاجات هي يعني انت لما بتيجي هنا هي مفترض ان هي عندك، ما حدش هيقول لك تعالى اعلمك اكسل، تعالى اعلمك باوربوينت، تعالى اعلمك وورد، المفروض الحاجات دي انت عارفها. يعني ما مش محتاج ان انا يعني اعلمها لك، او انك المفروض انت تبقى جاي انت عارف الكلام ده. ويستحسن لو انت بتعرف ادفانس سكيلز، يعني لو انت تعرف مثلا بروجرامنج لانجوج على الاقل، تعرف البيسكس بتاعتها، تعرف يعني ايه داتا سيت، تعرف يعني الكلام ده كله، خصوصا لو في مجالاتنا. برضه الجي بي اي كويس، لانه ساعات الجي بي اي بيبقى متطلب جامعه، يعني مثلا ممكن الدكتور مبسوط منك وانت مبسوط منه والدنيا تمام والاخ الاخ الاخ الاخ، تيجي في التقديم الجامعه يعني انت في لايرز للقبول، لازم الدكتور يقبلك والجامعه برضه تصدق، يعني الجامعه ليها ليميتس والدكتور ليه ليميتس او القسم بتاعه ليه ليميتس حلو كده. مثلا لو الدكتور موافق بس الجامعه بتقول لا انا مش عايز اقل من جي بي اي كذا، فانت ما تحطش نفسك في المأزق ده. يعني انت مثلا لو لسه طالب او الكلام ده كله، هات جي بي اي يغنيك عن المشاكل دي، ولا اصل الجامعه مش راضيه بس الدكتور راضي، حاول تطلع من السيناريو ده، يعني انت في غنى عنه، سواء لو هنتكلم عن جي بي اي بتاع اندر جراد او الماسترز لو انت بتاخد ماسترز. السيلف ليرنينج اساسي جدا، ميزه مجالنا انه مش محتاج كيتس، مش محتاج والله يعني معدات او معمل او الكلام ده، مش زي الويت لاب، لا انت فعلا معملك هو الكمبيوتر بتاعك، يعني انت ممكن من بيتكم من الكلام ده كله تقدر تشتغل، تقدر تتعلم والكلام ده كله. فمثلا في حاجات على كورسيرا او ايدكس، هسيب لينكات كمان شويه، او يوداسيتي او يوديمي، الحاجات دي كلها ممكن تتعلم السكيلز اللي هي تقدر تنمي البروفايل بتاعك، تقول اللي انت بتقدم عليه انا مش متعب، يعني انا جاي عندي رصيد كويس من السكيلز فهمشي، يعني هخش على طول في الماكينه الانتاجيه بتاعتك كده، انجاز التعبير. يعني الجي ار اي وان كان بقى مش مطلوب كتير قوي زي زمان، بس في بروجرامز عندنا ستيل بتطلبه، يعني مثلا البروجرام بتاعي بيطلبه لو انت مش معاك ماجستير، ويعني والفلسفه بتاعتهم انه الجي ار اي خصوصا الجزء الكوانتيتيف اللي هو الماث بينمي عندك مهارات تفكير معينه احنا بنحب نستخدمها، يعني دي فلسفتهم، قد تتفق قد تختلف دي قصه اخرى. يعني فانت وانت بتقدم برضو شوف الجي ار اي ريكويرمنت، قد يكون ده متطلب. الماسترز ان بابليك هيلث، لو انت خدت ماسترز ان ستاتستكس او ان بابليك هيلث او الكلام ده كله، لو في مصر حاجات زي كده، اعتقد المعهد الصحه، معهد الصحه العامه في اسكندريه اعتقد ان هو بيدي درجات زي كده، فانت مثلا لو خدت ماجستير او مثلا الجامعه الامريكيه لو فيها منح في الحاجات دي طبعا بتزود فرصك انك تتقبل وفي اماكن كبيره جدا، بس مش ضروري على الاطلاق. انا مثلا مش معايا ماجستير اصلا، ويعني من بكالوريوس صيدله الى بي اتش دي بشكل مباشر يعني،
وريسيرش اكسبيرينس. انا هختم بيها لان هي فعلا اكستريملي امبورتنت. زي واحد زميلنا كان بيقول ان الريسيرش اكسبيرينس تجوب ما قبلها. يعني انت لو معاك ريسيرش اكسبيرينس كويسه، لان هي انت لما بتعمل ريسيرش ومثلا يبقى انت فيرست اوثر عليه او الكلام ده، انت بتقول انك انت تعرف كذا مهارات، بتعرف يعني ايه بير ريفيو ارتكل، بتعرف يعني ايه تكتب كتاب علميه ساينتفك رايتنج، بتعرف يعني ايه اكيد عارف اللي حصل جوه البيبر، والا انت يعني الدنيا مش مظبوطه كده. فدي مهمه جدا جدا جدا، الريسيرش اكسبيرينس مهمه مهمه. يعني انت مثلا من دي 1 لو انت في الكليه او الكلام ده، دور على فرص انك انت تنشر ابحاث، انك انت تخش في، وبالاخص لو ريليفنت للحاجه اللي انت مقدم عليها، يعني خش في ريسيرش متعلق بالفارماسيوتيكال اوتكمز، ده هيسهل انك انت تخش في فارماسيوتيكال اوتكمز. لو انت عملت في الكيمستري او في البيولوجي وحابب، ما اعتقدش ان ده هيبقى مانع كبير، بس ايه مش زي العمل في نفس الفيلد يعني. والعكس بالعكس، لو انت مثلا عايز تروح بي اتش دي في بيولوجي او في كيمستري او الكلام ده، وعملت مثلا ريسيرش في الهيلث اوتكمز او فارماكو ايكونومكس، الدكتور هيسالك يعني منين لفين يعني. فانت محتاج انك تدي اجابه، بس ريسيرش اكسبيرينس وات ايفر از اتس جود يعني ايه، حاول تاخد نصيبك منها. سيرش فور جود منتورز، دي صراحه فيري انسترومنتال. دايما وانت في الباثوي بيحتاج ناس ترشدك، تقول لك والله انت بتعمل صح ولا بتعمل غلط، لان هم اكيد عملوا اخطاء. فانت لو سالتهم انت بتوفر على نفسك كتير، ان هو يعني هو لو صادق في النصيحه هيقول لك لو انا كنت مكانك كنت استثمرت في كذا، او كنت عملت كذا، او ما كنتش عملت كذا. تمام كده؟ برضو المنتور ده ممكن يبقى مثلا طالب حالي في الدكتوراه، ممكن يبقى دكتور بيدي لك يعني هو واحد سلك قبل ليك الطريق، فانت بتاخد نصايح، بتاخد من تجاربه. فانت حاول يبقى في ناس زي كده في حياتك، تسالهم من فتره للتانيه، تاخد رايهم، السي في اخباره ايه وبتاع. يعني ممكن يكون في حاجات بسيطه جدا هي اللي منعاك عن التقديم او بتمنع عنك الفرص وانت مش واخد بالك. يعني مثلا بتبعت ايميلات طويله جدا طويله جدا. حلو كده؟ يعني في واحد انا كلمته، يعني انا كويس وبتاع والكلام ده كله، ببعت ايميلات محدش بيرد، فبيبعت الايميل طويل جدا محدش هيقراه. يعني ان شاء الله تكون انت احسن واحد في الدنيا، مفيش وقت. يعني انت ما تتصورش ان الدكتور ده قاعد مستني ايميلك انت بس، او ايميل 1000 زيك، هو عنده حاجات كتير جدا بيعملها. فلما حلينا دي بدا يبقى في اخذ وعطاء واستجابه، حاجه بسيطه خالص. حلو كده؟ فهنا ميزه انك انت تكون في منتور، او يعني واحد يديك نصيحه من فتره تانيه، ممكن منتور كبيره شويه، بس ايه ده فايد ان الواحد ايه يديك نصيحه من فتره تانيه. دي لينكات ل كورسز انا خدتها تقريبا كلها، انا مش بنصح باي كورس انا ما خدتهوش. فانا خدت الكورسات دي كلها، وخدتها يعني يا قبل البروجرام يا يعني اثناء البروجرام، والحاجات دي فعلا بتبقى قويه جدا وكويسه جدا. يعني ما حدش يستهين بقوتها ويقول والله لا ده الاوفلاين احسن من الاونلاين. لا، من خبرتي يعني في تفاوت، في حاجات اونلاين فعلا احسن من حاجات اوفلاين انا شفتها هنا او خدتها هنا. يعني في تفاوت في الحاجات دي، وفي العكس بالعكس طبعا. فاستغل الفرصه، يعني مثلا ادي وقت لده، اتعلم ده عشان تبني مهارات. علشان يعني مثلا احنا ما بناخدش ابيديميولوجي في صيدله، ما بناخدش كوزال انفرنس في صيدله، ما باخدش انا ار او بايثون في صيدله وانا في صيدله، بس انا لما حطيت ده في السي في، لا الشخص ده عارف هو بيعمل ايه، الشخص ده استعد، الشخص ده فعلا عايز ده. هم اهم حاجه عندهم ان هو الشخص ده فعلا عايز اللي هو بيقدم عليه وحابب يكمل، مش واحد والله هيجي هيلاقي نفسه زهق فيقوم ماشي. هم مش عايزين ده تماما، حتى لو ناشر 20 بحث وهو داخل علينا، يعني داخل علينا في البروجرام. فدي كورسز او ريسورسز، وانت كل واحد فيهم هيفتح لك حاجات تانية، هتسمع مصطلحات او الكلام ده كله، بس دي حاجات انا حاسس ان هي ايه مجمله في الساينتفك رايتنج، في البايوستاتستكس، في البروجرامينج، في الكوزال انفرنس. يعني اللينك الاخير ده عن يعني ايه، عن الكوزاليتي، وايه وازاي اقول ان اكس كوزز واي، مش بقول ان هو جاست اسوسيشن او كورليشن. بس فدي تقريبا كل المحتوى اللي انا كنت حابب اشاركه معاكم النهارده. يمكن في الاخير يعني شكر واجب للمنتورز اللي ساعدوني وعلموني، ويعني بامور ممكن اقولها وممكن ما اقولهاش، يعني ساعدوني جدا جدا والى الان، يعني دايما بستفيد من نصحهم ومن توجيهاتهم. دكتور مصطفى حسين حاليا هو استاذ مساعد في جامعه كوني سيتي يونيفرسيتي اوف نيويورك، سكول اوف بابليك هيلث وهيلث بوليسي. دكتور عادل ابو علي تقريبا هو الهيد بتاع الجلوبال سيفتي ديبارتمنت في تاكيدا، شركه ادويه تاكيدا. والدكتور شباب فيصل استاذ مساعد في قسم الفارماكولوجي الادويه والسموم في كليه الصيدله جامعه المنيا. ف يعني بحب اتوجه لهم بالشكر في اللقاء ده، انه يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى لولاهم يعني الواحد ما كانش هيقدر انه ايه
انه يعني يتقدم وانه يقدر ان هو يعني يسلك الطريق اللي انا بقول لكم دلوقتي ازاي ممكن نسلكه. وفي الختام لو في اي اسئله ده الايميل بتاعي، انا من وقت للتاني بنزل توتوريالز عن البايوستاتستكس، لو حد عنده سؤال تحديدا يعني تكنيكال كويستشنز بقى عن التخصص او الكلام ده، بكتب بلوج بوست ساعات، يعني دلوقتي الاكتيفيتي قليله عشان الدكتوراه والكلام ده كله. ومن وقت للتاني بنزل فيديوهات عن التقديم، يعني زي ووك ثرو كده في المواقع والجامعات والكلام ده كله، او بعمل لقاءات مع صيادله اكلينيكيين مثلا، او حد مهتم بالصيادله الاكلينيكيه، او مثلا صيادله غيروا الكارير وراحوا للاكاديميه او راحوا للبي اتش دي، انت عملت ايه، طب ليه، طب كذا، طب الحياه عامله ازاي هناك، والكلام يعني حاجات مفصله اكتر، يعني لا يسع المقام لذكرها كلها في اللقاء ده. فده برضو لينك اليوتيوب شانل بتاعتي لو الناس حبت ان هي تطلع على المحتوى. واعتقد انا كده تمام، وشكرا جزيلا. لو في اي اسئله اعتقد معانا وقت. في حد كان هو بيقعد انا يسال؟ اه اتفضل. كنت عايزه اسال سؤال. هو انا كنت عايزه اشوف، هو يعني ايه اللي بيربط بين السايكولوجي والفارماكولوجي، يعني الكونسنتريشن او الميجر اللي بيكون رابط بين الحاجتين دول، وبيكون ايه الشغل عنهم؟ يعني انا مش عارفه تفاصيل اكتر، بس من كلام حضرتك عرفت ان في لينك بين الاثنين دول كشغل. هو صوت واضح صح؟ اه لا الصوت واضح، السؤال واضح. تمام. تمام. في كذا حاجه، يعني مثلا في نوع من الريسيرش بنعمله مثلا على الادويه اللي ليها سايكياتريك افكت، تمام كده؟ يعني مثلا، وهنا بقى بيبقى الموضوع سايكولوجي اكتر منه فارماسي. يعني مثلا لو فكره ايه، هل مثلا العلاج اللي هو بنسميه العلاج المعرفي السلوكي اللي هو كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، هل هو احسن من العلاج الدوائي؟ بس دي طبعا دي اريا في السايكولوجي، يعني بتبحث والكلام ده كله. فدي مثلا عشان ادرس حاجه زي كده، لا اروح يعني ديبارتمنت اوف سايكولوجي ادرس الحاجه دي، تمام كده؟ دي مختلفه عن اللي انا كنت بحكيه، فكره اللي هو التقاطع ما بين السايكولوجي وما بين الفارماسي، في ان احنا عايزين لما بنعمل دواء عايزين نعرف اراء العيانين عن الاستجابه العلاجيه للدواء. يعني بدل ما الاستجابه العلاجيه تبقى بايو ماركرز او تبقى تيومر سايز او تبقى يعني الحاجات من دي، لا احنا عايزين نعرف ازاي اقدر اكوانتيفاي الكواليتي اوف لايف بتاعته. دي داخله فيها السايكومتريكس او السايكولوجي، تمام كده؟ وازاي اعمل ده بشكل اوبجكتيف، يعني مثلا ازاي فعلا الاجابه دي فعلا، يعني مثلا انا هطور سكيل بيقيس الحاجات دي، السكيل ده لو زاد من واحد لاثنين، يعني هل هو نفسها لو زاد من 2 ل 3 على سبيل المثال، يعني هل هو لينير مثلا؟ يعني ايه خصائص السكيل ده؟ تمام؟ يعني دي فكره السايكومتريكس، ان انا بشوف ازاي اقدر اكوانتيفاي حاجات ميتافيزيقيه، حاجات يعني سايكولوجيكال اسبيكتس، تمام كده؟ عوامل نفسيه ليها علاقه بالاستجابه الدوائيه، يعني ده الربط الاساسي، وده اكتر حاجه ده شائع جدا هنا، وكمان بيبقى ليه عائد مادي كبير جدا. يعني مثلا لو حد عمل انسترومنت كويسه، لان هي بتختلف من مرض لمرض، يعني مثلا بتاع الكانسر غير بتاع الالوبيشيا غير بتاع الدايابيتس غير الكلام ده كله. بس انا مثلا عندنا دكتور في القسم اسمه سايمون بيكارد، الراجل ده مثلا بيعمل تولز، ولو حد مثلا شركه ادويه عايزه تستخدم التول دي مثلا لازم يدفعوا له لايسنس، يدفعوا له فلوس او الكلام ده كله، حوالي 60,000 او $70,000 في السنه او حاجه زي كده. يعني ده حاجه على الجانب المادي ليه. بس السؤال بتاع حضرتك اللي هو ازاي السايكولوجي مع الفارماسي، هي النقطتين دول، يا اما نخش سايكولوجي وندرس مثلا الطرق العلاج اللي هي العلاج السلوكي مثلا من غير ادويه فيرسس ادويه، ده مبحث، ده مجال. وفي فكره ان انا لا ان انا هشتغل في الفارماسي، بس والله لما بنقيس الاوت كمز بتاعت العيان عايزين ندخل حاجه اسمها بيشنت ريبورتد اوت كمز، وازاي نقدر نقيسها بشكل فاليد واكيو. وصلت ولا يعني ان شاء الله يكون ده جاوب على السؤال، ولا ما جاوبش؟ انا مش واصل لي اي ريسبونس. دكتور ايوه مساء الخير، أنا كان عندي سؤال عن الكلينيكال فارماسي، إزاي نقدم على الريزيدنسي بروجرامز، وهل في حاجات نعملها في النص، يعني خصوصا إن أنا فريش جراد. ده سؤال كويس. طيب خلينا نقول حاجه، الريزدنسي بروجرامز هي طريقتها صعبه، يعني هي مش زي البي اتش دي او الحاجات دي كلها. الريزدنسي بروجرامز يعني اولا محتاجه تتاكدي ان البروجرام بتاعك
ضمن لستة الاكريديتد بروجرامز اللي هم بياخدوا. يعني مثلا انا اعرف ان في السعوديه وقطر في بروجرامز محدوده، هو مثلا او اتخرج خد مثلا فارم دي من مثلا جامعه الملك فيصل، الملك خالد، انا عارف الاسمين دول، وقطر مثلا لو خد فارم دي من هناك ممكن يعمل ريزيدنسي في امريكا دايركت، مش محتاج يعمل لا معادله ولا رخصه او حاجه زي كده، يعني مش محتاج ان هو يلف اللفه دي. هل مصر كده؟ ما عنديش فكره صراحه يعني. ما والريزيدنسي غالبا يعني هي فيها تنافس شديد جدا حتى بين الامريكان، الموضوع مش سهل. فما عنديش تجربه ملموسه اقدر اجاوب حضرتك والله تفاصيل بالظبط من خريج في مصر الى ريزيدنت في امريكا. يعني انا اعرفه تجارب ناس انه هو كان صيدلي جه هنا امريكا، كان بيدرس مثلا بي اتش دي او ماجستير او وات ايفر، وبعد كده وهو في امريكا عرف ان هو يعادل وياخد رخصه ويقدم حتى على فارم دي، وبعد كده خد ريزيدنت. يعني اللفه لفت كده ان هو دخل حط رجله في امريكا بالدراسه، يعني دراسات عليا، وبعد كده وهو بالتوازي كده قام عمل الكلينيكال فارماسي كارير بتاعه بالمعادله والرخصه والكلام ده كله. لكن من مصر على ريزيدنسي على طول دي انا ما عنديش فيها اجابه للاسف. ان شاء الله تكون تمام، شكرا يا دكتور. عندنا بس سؤال تاني كنت عايزة أسأل، إن في مجالات بتبقى جديدة قوي زي الابيتيميولوجي والفارماكو ايكونومكس، الحاجات دي جديدة قوي إن هي تدرس لنا في مصر، يعني هي مؤخرا لسه نازلة في الجامعات، فإزاي نلاقي ريسورسز نعرف أصلا بيها المجالات الجديدة دي؟ يعني كل شوية بنلاقي انتجريشنز ما بين كل المجالات وبنطلع بمجال جديد خالص، واحنا لسه في الجامعات على المناهج القديمة بتاعتنا، فازاي نبقى qualified enough في الحاجات الجديدة دي؟ هل الريسورسز الاونلاين بس كفاية؟ ده سؤال كويس جدا. هو دايما الحاجات التخصصيه بيبقى صعب انك تلاقيها على النت. يعني مثلا هتلاقي كورسات كتيره ابيديميولوجي، بس فارماكو ابيديميولوجي مش كتير. فده كونسيرن في محله. حاجتين انا ما كنتش اعرفهم قبل ما اجي هنا. يعني مثلا انا دلوقتي بشير سكرين فاتح، مش عارف محدش شايف السكرين. طيب انا ممكن اعتقد السكرين مش باينه، لان انا دايما اللي باين هي صورتي انا بس. طيب انا ممكن احط في الشات، لا السكرين مش باينه. تمام انا ممكن احط في الشات وممكن الشباب يشيروا بعد كده في، او ممكن مثلا لو دخلتوا على جوجل في فارماكو ايبي سنجل وورد دوت اورج. حلو كده، ده موقع الانترناشنال سوسايتي فور فارماكو ايبيديميولوجي. تمام كده، لو انت دخلت على الموقع ده روح على سيكشن اسمه ريسورسز، هتلاقي حاجه اسمها اديوكيشن سنتر. تمام كده، الاكشن سنتر ده يعني ده مؤتمر بيتعمل سنوي. المؤتمر ده بيبقى فيه كورسات، يعني كورسات حتى للنيو كامرز اللي هم يعني ايه فارماكو اي بي واحنا ازاي مختلفين عن باقي الاي بي او الكلام ده كله. يعني انت لو رحت عند الريسورسز ورحت عند اظن عند اديوكيشن سنتر، تمام كده هتخش وتعمل اجري، وبعد كده بقى ايه بيفتح لك اركايف للتسجيلات بتاعت المؤتمر ده. في منها تسجيلات متاحه للممبرز، الممبرز دي يعني الممبر دي يعني ممكن ناس تجيبها عادي، يعني ممكن مثلا ناس تقدم عليها. تقريبا في تخفيض للناس من اللي هي اللو انكم كانتريز او الناس اللي هي طلبه او الكلام ده كله، ممكن تبعت لهم ايميل وتستفسروا في الموضوع ده. وفي فيديوهات للنون ممبرز. الفيديوهات دي ميزتها ان هي بتدرس النقطه اللي حضرتك قلتيها، اللي هي فكره انه ايه الفارماكو اي بي ده، طب انا اتعلمه ازاي، طب هم الناس بتعمل يعني بتعمله ازاي او الكلام ده. يعني انا دلوقتي فاتح قدام الشاشه، لا في محتويات كتيره تخلي الواحد يقدر يتعرف ان الفارماكو ايه ده تحديدا. يعني برضو في اعتقد ده كافي كبدايه، بلس انه ايه يبقى مثلا معانا البيسكس بتاعت الابيديميولوجي. في ناس شيرت الشاشه اهو، ده كويس. مثلا انا هنا فتحت الشاشه، جزاكم الله خير. مثلا هنا انتشر سايت فارماكو ابيديميولوجي، ده فارماكو ايبي دوت اورج، دخلت على ريسورسز، على اديوكيشن سنتر، وهنا مثلا في حاجات لـ SP members و non members. اعتقد الممبرشيب مش متاكد تكلفتها كام، بس مثلا اعتقد $80 في السنه. فيعني طبعا ممكن يبقى مش ethical ان مثلا الناس تلم من بعضها، انا اهو عشان يعني الكلام ده بتسجل، مش ethical الناس تلم من بعضها وتسجل والكلام ده، بس ايه ده مش ethical، بس يعني كل واحد حر. فانا بقول مثلا الحاجات اللي نون ممبرز، بس انا دلوقتي مش مسجل يعني مش عامل تسجيل هنا اهو. فمثلا هنا بقى في حاجات انترفيوز، في
والله ميثودولوجيكال تشالنجز في حاجه، دراج يوتيلايزيشن، الكلام ده كله حلو كده. دي حاجات اللي هي كمان المتاح نيجاتيف كنترولز، دي حاجات اللي هي متاحه من غير عضويه تمام كده. فدي مثلا، دي مثلا حاجات في فارماكو اي بي، الفارماكو ايكونومكس او الكلام ده برضو يعني. في مثلا ده برضو نحطه في اللينكات وهشير السلايدز ان شاء الله. حاجه اسمها سيرتن، سيرتن دي سبيشاليزيشن بتاعت ايدكس، بيشنت ريبورتد اوتكمز والكلام ده كله، مجموعه كورسات انا شايفها ممتازه جدا كواحد مثلا بيبني السي في. برضه فكر فيها، انت بتبني السي في، انت مش مطلوب انت متخصص يعني، المفروض ان الدكتوراه هي اللي تخليك متخصص، انت بس بتعرف جنرال نوليدج. فانت لما بتعرف الحاجات دي، كومباريتيف افكتيفنس ريسيرش، بيشنت سنترد اوتكمز ريسيرش، مش عارف ايه الكلام ده كله، المودلز اللي احنا قلنا عليها، فكل ده حاجات يعني ايه، في كونتنت مش كتير بس في كونتنت، وكونتنت معقول جدا. برضو في دكتور جميل جدا يعني صراحة، يعني واحد دكتور حسام كمال، لو الاسم صح يعني، هو في 57 انا متأكد، حسام كمال ولا مش هقدر اجيبه يمكن، او مش عارف حسام كمال. لا يعني اعتقد الاسم تو جينيريك يعني، بس اني anyway يعني دكتور حسام كمال ليه توتوريالز كده حلوة في التكنيكس دي، الكوست افكتفنس والكلام ده كله. ف أعتقد لو عرفته، لو سألته هتعرفه، وأنا لو لقيت اللينك هبعته إن شاء الله يعني ليكوا للمنظمين وإيه، وممكن يبعته لكم. فيعني دي باختصار الأماكن اللي ممكن تلاقوا فيها حاجات يعني كونتنت تعليمي يعني. شكرا يا دكتور. عندنا بس آخر سؤال. مساء الخير يا دكتور، أنا كان عندي سؤال بخصوص الادميشنز. حضرتك كنت قايل إنك عملت كونتاكت الأول مع البي آي وبعد كده عملت كونتاكت مع اليونيفرسيتي يو اي سي، فهل أنا بمشي في التراك ده ولا عشان أنا معلوماتي إن إحنا بنأبلاي على اليونيفرسيتي وبعد كده بتيجي سكولرشيب بعد كده بنكونتاكت بقى البي آي على حسب يعني التخصص اللي إحنا رايحينه وكده؟ ده سؤال كويس جدا جدا. هو الموضوع يطول وانا بس ممكن يعني ما قلتهاش بشكل مظبوط. لا انا ما كلمتش البي اي، انا اللي انا عمل يعني انا عملته شخصيا. كنت في واحد اسمه دايركتور اوف جراد ستاديز، ده اللي هو زي وكيل دراسات العليا في القسم، انا بكلمه بقول له يعني، بساله اسئله عامه اللي هو والله انا مش معايا ماجستير ينفع اقدم، والله مثلا معايا تو بابليكيشنز هل ده كويس، بدي يعني فيري شورت ايميل اللي هو ايه، التقديم بفلوس فانا مش هقدر اقدم على كل الجامعات يعني، فبالتالي محتاج ان انا يعني اسلكت حلو كده. فانا ببعت ايميل بجس النبض حلو كده، لقيت الاجابه مشجعه، لا ده انت بروفايلك جميل وقدم وبتاع والكلام ده، وده ما كانش كتير يعني، ده قليل. وفي الاجابات النيوترال وده الكتير اللي هو يعني قدم وربنا يسهل حلو كده. وفي اجابات اللي هي النيجاتيف ودي حلوه، ان هي بتقول لي ما تقدمش يعني، عشان كده انا اوفر فلوس والكلام ده كله. فاللي هو اللي بيحصل ايه، اللي بيحصل ان انا بقدم يعني، انا ده اللي انا عملته. طبعا كل واحد ليه سيناريو مختلف، في واحد ما كلمش بس غير الدكتور والدكتور مسك الموضوع من A to Z، ده ساعات بيحصل. بس anyway اللي انا كنت اقصده لما انا قلت موضوع الجامعه، انك انت ممكن يبقى البي اي او الكلام ده كله هو حابب انك تقدم، وهو يقول لك يلا قدم، قدم في الموقع الرسمي او الكلام ده، فانت هتقدم في الموقع الرسمي، وانت بتقدم هتلاقي نفسك اتخبطت في المقلب بتاع الجي بي اي او مثلا التوفل الليميت بتاع كذا. يعني انا واحد زميلي رائع جدا، بابليكيشن ماجستير كل حاجه الكلام ده كله، بس التوفل كان فيه سكور في السبيكنج مش جايب، فالناس كلها مبسوطه واحنا عايزينه والكلام ده كله، بس ده احنا ما نقدرش نتغلب عليه يعني، ده متطلب جامعه. فده اللي انا كنت اقصده، انك انت ممكن القسم عايزك بس متطلبات جامعه تمنعك من القبول، فانت ما تحطش نفسك في النقطه دي. لكن ايه ميكانيكيات القبول والدكتور ولا الجامعه ولا القسم، دي يعني ليها كلام مطول يعني، ان مش دايما كل الناس بتقبل بنفس الطريقه. أرجو إن ده جاوب شكرا على جدا جدا يا عبد الله، وانا عارف ان انت عندك ميتنج تاني. يا ريت. ده انا خلاص شكرا جدا ليك وشرفتنا والله يا عبد الله، شكرا جدا جدا ليك. أختار بروك، شكرا لك.